معي عبر الهاتف سيادة اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا. سيادة اللواء، الرئيس شدد في ختام الحفل على أهمية بناء الوعي لدى أبناء الكليات والمعاهد العسكرية، كيف ترى يعني أهمية ذلك خاصة أنهم من يتحملون مسؤولية حماية هذا الوطن؟ الضابط هو قائد، هو قائد في رتبة صغيرة وقائد حتى ينتهي به المطاف إلى أعلى قمة في القوات المسلحة، وبالتالي هو مسؤول ليس عن نفسه فقط، هو مسؤول عن كل مرؤوسيه، عن كل الناس اللي هو بيقودهم، وبالتالي هذا الوعي هو التسليح ضد الجهل، ضد المعلومات المغلوطة، ضد حرب المعلومات اللي العدو بيستغلها أكبر استغلال، سواء كان في الجيل الرابع أو في الجيل الخامس من الحروب. الأجيال الجديدة بتعتمد على التلاعب أو على استخدام المعلومات، فإن لم يكن هناك وعي هنتعرض لمثل هذه الأجيال من الحروب، وبالتالي الوعي مهم جدا، لأن مهم الضابط أو الجندي أو المقاتل عموما يجب أن يتسلح به. هو الجندي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كفاءة بدنية، كفاءة علمية وثقافية، ثم كفاءة نفسية. إذا لم تكن لديه هذه المعلومات كاملة وفي وعي كامل، لن تكون نفسيته في نول في المرحلة أو في المكانة اللي تؤهله لأن يعمل ليضحي بنفسه بحياته من أجل وطنه. فهنا الوعي زي ما بنقول، الوعي هي معلومة، والمعلومة إن لم تكن صحيحة هيبقى القرار خطأ، والقرار الخطأ ضد حركة الحياة عموما، وضد الأمن القوم المصري، وضد الأمن والأمان لكل مواطن على هذه الأرض. فبالتالي التسلح بالوعي هو التسلح بالعلم، التسلح بالمعرفة، والمعرفة الحقيقية، لأن زي ما الشعراوي رحمة الله عليه قال: المرء عدو ما يجهل. فأي جهل هيؤدي في النهاية إلى قرار خطأ، بل هذا القرار الخطأ لن يكون أبدا في صالح البلد، ولن يكون في صالح الأمن القومي لا العربي ولا المصري. نعم، فيما يتعلق بالكفاءة القتالية، يعني كان ملاحظ، يعني مثل ما هو ملاحظ في كل حفلات خريجي دفعات الكليات والمعاهد العسكرية، ما يحصلون عليه من مهارات قتالية وأيضا تحديد للمناهج العلمية، كما ذكر مدير الكلية الحربية اليوم أهمية ذلك في يعني اتباعهم لأحدث الأساليب التي وصلت إليها تكنولوجيا القتال. احنا عارفين دلوقتي ان الجيوش في حالة استعداد واستنفار باستمرار لكي أدافع عن وطني. انا لا اعلم من العدو باكر، من العدو اللي هيهاجمني، وبالتالي يجب ان اكون في درجة استعداد كاملة باستمرار، استعداد بدني ونفسي وعلمي. ده المثلث بتاع المقاتل دائما، وزي ما احنا شايفين لياقة بدنية وصحية اهتمام من اول ما اختيار الطالب في الكلية الحربية، ثم الاعداد العلمي. الاعداد العلمي كل مرحلة ليها اعداد، ولما بيتخرج بيوصل بيه التدريب لتدريب عملي، ثم تدريب على القتال، ثم التدريب لحتى درجة التدريبات المشتركة اللي احنا بنشوفها مع الدول الكبرى والدول العظمى. كل هذا بيصب في النهاية في الكفاءة القتالية للقوات المسلحة. ليس هناك طرف أن نغمض العين لحظة، لأن دائما هناك من يستعد للاعتداء علي، وأنا باستمرار يجب أن أكون في أعلى درجات اليقظة للدفاع عن وطني والدفاع عن بلدي. فإن لم يكن في هذا الدرجة من الاستعداد اللي تفوق عدوي، سوف يتفوق علي عدوي. فإحنا بنتخذ استراتيجية ردع. استراتيجية الردع معناها أني أكون متفوق على أعدائي باستمرار، وأن أخبرهم وأظهر لهم هذا اللي احنا بنعمله من خلال العرض العسكري اللي بنشوفه، من خلال المناورات العسكرية، من خلال التدريبات المشتركة، ان احنا بنظهر ما لدينا من قدرات امام اعدائنا، لنبعث اليهم برسالة ردع لكي لا يفكر احد في تهديد مصالحي او في الاعتداء عليها. وفي نفس التوقيت هي رسالة طمأنة لكل مواطن على هذه الارض الطاهرة ان لديك جيش لن يفرط في ذرة رمل وحده طالما يتنفس الهواء على الأرض.
نعم، أشكرك جزيلا سيادة اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا.